اي كنا مع بعض كنا مع بعض انا كنت عند الكاميرا اعرف مين قتل مين يا جماعه لا يقصوا عليكم سفاح يا سلام عليكم حضرتك شباب صدقكم ما تم الصحه والعافيه واليوم يا مدير جبت لكم شيء يعني انا نادر ما اسويه في القناه هذه واللي هو لعبه امونج اس بس المره هذه ما راح العب لعبه امونج اس عاديه لا 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 لازم نجيب شيء له علاقه بالانمي صح ولا لا المره هذه لعبت امونج اس مع قنوات الانمي يس إيريتو في كوريجي في ترافي في مهند في حتى الرسام مجدي يعني وحتى دنزر المعتزل جبناه عموما ما بطول عليكم اذا عجبكم الفيديو هذا فلا تنسى لايك ولا اشتراك ما كنت مشترك وبرضو تكملة الفيديو هذا بتلاقوه في قناتي الثانية ترى القناة الثانية يا جماعة لعبت جيم وكنا انا وترافي الامبوستر فلا يفوتكم الجيم هذا برضو رابط قناة ثانية تحت في الوصف يلا يا مدير استمتع يلا لا ليتس جو ليتس جو ستارت ذس ستارت ذس اي دقيقه كم امبوستر اي كم امبوستر اثنين اوكي امبوستر انا نايف من اول جيم من اول جيم Oh my god. اثنين ماتوا. Oh my god. اثنين ماتوا. يلا يا شباب. انا سويت بدأت التحريات. انا اقول لكم اول شيء انتوا فين اماكنكم؟ نبدا بسفاح. فين كنت انت؟ فين ماتوا اول شيء؟ مين؟ لا شباب اللي يتكلم من المايك. طيب انا معي المايك لو سمحت انا معي المايك. اوكي. انا كنت جاي من جهة الستورج. فاول ما كنت ادخل عند مكان الكهرباء لان الكهرباء كانت طافية لقيت زر الريبورت. اول ما دخلت المكان فعلى طول في نفس اللحظه ضغطت عليها فاتوقع أيوة الكل ايوه اتوقع البنفسجي اذا ما خاب ظني مش متاكد بس اتوقع اللي هو البنفسجي فوانا حلو. داخل فهنا هذا السؤال الحين اماكنكم ابعرف كل واحد من كان في هذه اللحظه شوف انا شك في واحد انا ترافي في النافيجيشن كنا على اليمين سوينا الدوله طب انا كنت اسوي مهمات كذاب انا اشك في ترافي ما انا حلفي بس كنت اسوي ذي اللي تنزلها وطلع انا شعار اللي راح يسار اللي راح يسار ولا اسمه ذا انا حتى ما قفلت المايك حقي لاني واثق لا بنت واثق انا اشك فيه ما كنت عارف انا مين مهند انا متاكد انك مهند ترافي انا شك فيه صدقني مهند طيب لاني كنت استورج انا قعدت كرسي حق انا قاعد كرسي عند فريزا قاعد اكسر الصخور اللي هي جاي في الطريق انت كنت طاردني انا الصف كذاب اوكي انا حاولت طيب سكيب يا جماعه ايش السهوله التامه هذه يا جماعه ايش قاعد يحصل ايش اللي قاعد يحصل يا جماعه وضع ايزي بالزياده سلام عليكم عليكم السلام سلام عليكم وعليكم السلام سفاح يا حيوان في الكاميرات شافني؟ لا تروح شافني يا جماعة سكير؟ شو سوي؟ الوضع مرة مو كويس جماعة الاحتمال يصيب ولا يخيب اوكي بس كنت في السكيورتي وشفت البنت تتحرك في الميد بي اوكي شفت مين؟ طلع سفاح حلو او ماي جود اوه ماي جود كمل مو مشكله كمل شوف اسمك اسكار انت صح او هذا سكير ما ادري سكير سكيرو اوكي سكران شوف انا بثق فيك يا جماعه لا يقصوا عليكم كيف تثق بسكران ما دقيقه شوف اتوقع ان انمي جوس لاني كنت شايفه رايح يسار لما مات اول مره اقول لك من يوم ما شفته على طول رايح للامرجنسي لا انا
بالنسبه لي انا ونبي روم زينين اللايت يا مهند. اي كنا مع بعض انا كنت عند الكاميرا اعرف مين قتل مين. البني شوف. قتل الاصفر. اراهنك ان البني قتل الاصفر. البني اللي ما قلت اللي نايف. لحظه وين شفت لي؟ لاني كنت حاطه الميوت وحس اني قاعد اتكلم. او ماي جاد. ف على الكاميرا شفت البني قتل الاصفر. وين شفت لي؟ في الكاميرا. كفو كفو. وين وين طيب وين بالكاميرا؟ انا ما انا ما ابي حالي اول شيء. وين شفت؟ قتل اريت قدام عيني. قدام عيني. وين؟ حلو حلو كلكم عليه خلاص خلاص بدون وين ما وين. صوتوا على انمي ستيشن خلاص. صوتوا عليه انمي ستيشن. يا حبيبي قدام عيني قتل اريتو. خلاص قول اني ما قلت. خلاص صوت عليه يا ابو سلمين. ايش فيكم؟ صوت على نايف والجيم الجان صوت على تفاح. يا حبيبي انت ايش فيك؟ لا تنسوا سفاح يا شباب. او ماي جود يا جماعه شو قاعد يحصل الحين؟ انا شو اسوي الحين؟ انا شو اسوي يا جماعه؟ انا شو اسوي الحين؟ انا ما احس اسوي. او ماي جود من زمان ما كنت مبسط. نبي يقتلني. سلام عليكم. لا او ماي جود. شو قاعد يحصل؟ انا قاعد اسفح فيهم تسفيح. انا قاعد اسفح فيهم تسفيح. يا جماعة انا مسؤول في الريس. انا قلت لك انا اقول حاجه واحده. تدري الواحد مهند حزني يا واد مات كذا ما حد داري. يا جماعه هذا قد تجريبي يا تجريبي اللي بعد يبدا الجيم اصلا اللي قبل شويه تسخين. على فكره مهند 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 شفت لما لما الباب مال السرج اتفتح وانت نزلت معاي رحت على اليسار. تعرف ان انت نزلت رحت يمين كنت بتلاقي الدثه دثه نبرو. ايوه يا اقسم بالله الجثه مرميه يمين. انت ولا سكير علي مش من عنده كله يعرج لك. انا رمشني سفاح من اول الى حقني ترى شكيت فيها. قلت